نهاركم سعيد مرة تانية. زي ما قلنا في بداية الحلقة، كان الخبر الأبرز امبارح هو بيان مجلس الوزراء اللي ألقته الدكتورة دورية شرف الدين وزيرة الإعلام، واللي كلف وزارة الداخلية بفض اعتصامي ربعة والنهضة. الاعتصام دام دلوقتي شهر تقريبا، داخل على شهر اهو، وابتدى يظهر أسلحة في اعتصام النهضة تحديدا، وكلام عن وجود أسلحة أيضا في اعتصام ربع العدوية، بالإضافة لحالة من العنف الكبير جدا في الشارع. تطلبت أنه لازم يتم فض هذا الاعتصام، ولكن إزاي، كيف يتم فض الاعتصام بدون إراقة دماء الكثير من المصريين أو بعدد قليل جدا من الخسائر البشرية؟ هل ده ممكن ولا ده ضرب من الخيال؟ هنناقش الموضوع النهاردة مع أستاذ سليمان فؤاد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية للشؤون السياسية والاقتصادية، معنا النهاردة في نهارك سعيد. أهلا يا فندم، أهلا بيك يا أستاذ. هل هو ضرب من الخيال يا أستاذ سليمان ولا ممكن؟ لا، هو القضية مش قضية ضرب من الخيال، يعني هو المفروض الاعتصام رابعة واعتصام النهضة المفروض أنه هيتفض. ما فيش اعتصام في الدنيا بيقعد أكتر من شهر، وتسربت يمكن وزارة الداخلية أعلنت امبارح وقالت إن فيه تسليح كثيف موجود في الاعتصامين، وفي عناصر مدربة. طبعا في فترة الثورة منذ 25 يناير خرجت تسريبات من أكتر من 3000 قيادة من الجهاديين اللي موجودين في أفغانستان وألبانيا وغيرها من الدول، جاءوا إلى مصر، بعضهم استعمر سيناء وبيدير المعارك الشرسة هناك، والبعض الآخر موجودين كخلايا نائمة موجودة هنا في قلب القاهرة. وأنا في تصوري يمكن كل الوسائل السلمية اللي خلال الفترة الماضية لإقناع جماعة الإخوان المسلمين للعودة إلى حضن الوطن ودخول العملية السلمية، عناد غريب، يعني كل ما بتكلمي حد، يمكن أنا ليا بعض أصدقاء منهم يقول لك الشرعية الشرعية الشرعية، السندية، يمكن السندية عمرها ممكن في بعض الانتخابات عبر السندية بيجيب مجرمين. هتلر جاء عبر السندية، بوش المجرم، ده جورج بوش المجرم اللي قتل مليون عراقي جاء عبر الصناديق. نيكسون في قضية شهيرة وترجيت لما فاز بالانتخابات وحرب فيتنام وغيرها، وخرجت فضيحة وترجيت، الرشاوي كانت اتدفعت أثناء الانتخابات. الشعب الأمريكي أجبروا على عندي سؤال. قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام، هل ده معناه أنهم عجزوا عن أي حلول سياسية أخرى؟ طبعا ما فيش حلول سياسية. هم قافلين دماغهم مقفولة، عودة مرسي، عودة مجلس الشورى، عودة الدستور، وبعد كده نشوف المصالحة بس الوطنية. ده ليه تبرير آخر؟ يعني أعتقد أنه خلاص هو دلوقتي مفهوم للجميع، سواء داخل مصر أو خارج مصر، سواء في ربعة أو في التحرير، أن رئيس مرسي لن يعود، ده مفهوم. ففكرة أنه اللي بيحصل دلوقتي ده، هل هو بسبب أنه مثلا زي ما بيقولوا بالبلدي كده ظهرهم للحيط، ولا العند ده جاي من ايه، ولا هي علشان يعني مفاوضات، علشان تحسين سبل التفاوض مع الحكومه، ولا رؤيه؟ اعتقد ان مساله الخروج الامن ده مساله كلام فارغ. في الخروج الامن هم بيدافعوا عن مشروع، بيدافعوا عن كيان الجماعه، بيدافعوا عن مشروع الاسلام اللي كانوا بيحلمون به اكثر من 85 سنه. يمكن هم خدوا فكره كده مغبوله شويه، هي فكره الخلافه الاسلاميه. التقطتها الولايات المتحده الامريكيه بعد احداث 25 يناير، وانت عارف الامريكان لعب جيد، يعني هم ازاي بيقدروا يوظفوا كل القضايا لصالحهم. ويمكن لو قريتي تاريخ تفكيك الاتحاد السوفيتي وازاي مشوا معاه في نفس طويل جدا، وزرعوا جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي لحد ما تم جورج الاب، لحد ما تم تفكيكه. هم التقطوا فكره الاخوان بعد ثوره وشافوا هم الفصيل الاقوى، وهو عارف ان هم عندهم المشروع الاسلامي، الفكره المقبوله، الخلافه الاسلاميه، والامريكان عمرهم ما هيسمحوا بالكلام ده، وقال لك نلعب معاهم شويه. لا يعني انا اقصد حاجه يا استاذ سليمان، انا عايز بس اوصلك رساله. هم ايه اللي مقعدهم دلوقتي هناك، والعند ده جاي منين، اذا كان هو اصلا هو مفهوم دلوقتي ان مرسي لن يعود؟ دلوقتي هم بيفكروا زي، لو حضرتك حطيت نفسك في مكانهم، هم بيفكروا في ايه؟ يعني العند ده ليه؟ يعني ايه الطلبات؟ يعني شوف الهجوم العالمي،
يعني شوف الهجوم العالمي والدفاع عن جماعه الاخوان. طب ما هو حسني مبارك ما هو جاي هنقول انتخابات مزوره بس جاي برضو من انتخابات وكان معاه مرشحين. شوفي زي ما بقول لحضرتك هي الفكره كلها المشروع مش بس الجماعه اللي بتدافع عن المشروع الاسلامي. الولايات المتحده الامريكيه بتدافع عن المشروع الاسلامي. الولايات المتحده الامريكيه في دماغها ان يعني ايه اللي احنا نجيب الاخوان وبعد كده نعمل التسويه الشامله للقضيه الفلسطينيه. هم عندهم احلام اللي هم يقعدوا 100 سنه. احنا هنخليكم 100 سنه بس احنا عايزين نخلص القضيه الفلسطينيه دي سواء بانضمام غزه الى مصر او اعطاء جزء من مصر الى غزه حسب يعني حسب الاتفاق. واعتقد انها اتفاقيات بدات تتسرب في الصحف العالميه. تاني حاجه احنا نجيب بقى الناس دول بنجمع كل متطرفي العالم. جمعناهم في افغانستان في طالبان في افغانستان في باكستان وبنجمعهم في افغانستان ونجمعهم في مصر وهي البلد زي ما بيقولوا البلد الام اللي كانت عامله تفريخ لكل المتطرفين العالم. ونعمل بقى سيناريو في خط انت مشيت معايا على الخط ده بعد تحقيق حلمك هنسيبك تقعد مش مشاكل انتوا موتوا بعض جوه اعملوا حروب اهليه جوه ما فيش حقوق انسان ما فيش فن ما فيش ما فيش ما فيش بس مالكوش دعوه بالمواطن الامريكي ولا المواطن الاوروبي. انتوا اعملوا كل اللي انت عايزينه جوه. خرجتوا عن هذا الخط احنا بقى هنطلع بقى قرار بسيط قوي ها دي دولة راعية للإرهاب دولة إرهابية وسوف نقوم بضربكم. هي القضية عالمية يعني والإخوان حاسين إن في دعم خارجي. الأمريكان قالوا لهم استميتوا يعني استميتوا حاولوا اللي هو يكون فيه دم حاولوا ده وإحنا هنقف معاكم هندافع عنكم. هذه الاستماتة موجودة بالدعم الغربي وليس الدعم الداخلي فقط بالدعم الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية جابت ألمانيا معاها وبتحاول بتقنع فرنسا وضغط ضغوط يعني ثوره 30 يونيو كسرت المخطط. بمناسبه كلام حضرتك وعايز اربطه برضو بفضل اعتصام انا قريت مقال مترجم عن جريده التايمز الامريكيه انه امريكا بتنتظر اي سبب قانوني لوقف المساعدات عن مصر. هل قد يكون فضل اعتصام بالقوه وإراقة دماء كثيرة احنا لا نتمنى ان ده يحصل طبعا يكون هو المبرر للإجراء ده من قبل هي إدارة أوباما بتحاول وكونجرس ومجلس الشيوخ واقفة. لكن انا في تصوري الشخصي لو فعلت امريكا هذا الكلام ستكون الخاسر الاول في المنطقه ستخسر الحليف الاستراتيجي القوي وهو مصر. مصر امامها جبهات اخرى. الصين بتفتح زراعيها وعلى استعداد تقدم مساعدات ضخمه. روسيا على استعداد تقدم ده. الدول العربيه الموقف العربي الرائع الذي اعاد يعني اعدنا للستينات وحرب 73 و 12 مليار دولار مساعدات. 12 مليار دولار مساعدات. الامارات اعلنت 1.5 مليون طن سنويا قمح لمساعده مصر للخروج من الازمه الاقتصاديه اللي موجوده. في دعم انا اعتقد وفي تسريبات اخرى من المخابرات الاسرائيليه كنت قريت تقرير بده وقالت اللي بتحذر المخابرات الاسرائيليه بتحذر إدارة أوباما قالت له مصر لو ارتمت في أحضان روسيا سيكون هذا تهديدا قويا للأمن القومي الإسرائيلي. في صراع القضية أستاذة إن في صراع عالمي في صراع في سوريا في مصر في صراع عالمي في استقطابات في تحالفات قائمة الآن روسيا مع الصين مع يعني آسف التعبير مع التحالف الشيعي بيحاولوا يكسروا التحالف الموجود الولايات المتحدة الأمريكية مع التحالف السني والتحالف الغربي. في صراعات كبرى ضخمة. القضية مش قضية فض اعتصام. احنا قاعدين او مش احنا قاعدين. لازم نقرأ نجيب ورقة كوتشينة كده ونحطه جنب بعض والرسو ونفهم من الاول للاخر عشان نقدر نحسب. واعتقد المؤسسه العسكريه مؤسسه الرئاسه ومؤسسه الشرطه ايضا عندها هذا الكلام وفي استراتيجيه وفي عدم تعجل في فض الاعتصام. نتمنى وهيتم تدريجيا ما هيبقاش في عنف الا اذا بدا هم بالعنف الموجودين في اعتصام النهضه والربع العدوي. الاجراءات اللي حصلت ان النائب العام طلب ان هو يطلع على الاجراءات اللي هيتم بيها فض الاعتصام وبناء على الخطه اللي بعثت للنائب العام المجلس الوزراء امبارح اصدر قرار بفض الاعتصام. ده معناه ان النائب العام
موافق على خطة فض الاعتصام بالصورة الموجودة اللي احنا لسه مش عارفين هي عبارة عن ايه، ولكن تم تسريبات كده امبارح يعني شويه بشويه انه هيحاصروا مثلا الاعتصام فتره، انه هيتم اخراج النساء والاطفال، ان حاجات كده. نتمنى ان ما يكونش فيه قدر من الدماء وكده. لكن انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني. دلوقتي في حرب دائره في سيناء على الارهاب، على البؤر الارهابيه هناك، وتم الاعلان عن بدايه هذه العمليات فعلا. وجود العمليتين في وقت واحد، فض الاعتصام في رابعه والنهضه مع سينا، ده تشتيت للقوة ولا ده الصح اللي كان لازم يحصل؟ لا، لازم يكون بالتوازي. يعني احنا ما كناش نقدر نسيب سيناء وفيها عدد، يعني في ناس بتقول 5000 او 10000 مقاتل، كلهم يمكن معظمهم السلفيه الجهاديه وناس من حماس وناس جايين زي ما قلت لحضرتك اللي هم جايين من افغانستان والبانيا، ولازم يكون بالتوازي الاثنين مع بعض. ما كناش نقدر نسيب سيناء عاريه، ما كناش نقدر نسيب نترك سيناء كمنفذ لدخول الارهابيين، لان هي العصابات الموجوده دي او البؤر الاجراميه لو اللي موجوده بهذا الكم الهائل، لو نزلوا القاهره لكانت مجزره، كنت هتلاقي تفجيرات في كل حته. شوفي المشهد العراق، مشهد العراق مين بيقوم؟ كله تنظيم القاعده والتنظيمات الجهاديه. العراق كل يوم بيموت ما بين 50 و60 و100 عراقي يوميا. ده الحلم اللي كانت عاملاه العالم الجديد بتاع الولايات المتحده الامريكيه لما شالوا صدام حسين. الولايات المتحده الامريكيه هي الشيطان الاعظم اللي موجود على الكره الارضيه، وبتلعب دور في منتهى الخطوره في تفتيت المنطقه. نجحوا في العراق، نجحوا في سوريا لحد كبير، ليبيا انا ليا صديق ليبي بيقول لي مذابح موجوده في ليبيا، في حرب شوارع، وللاسف الشديد الاعلام الغربي مغم عينه، ما فيش خبر واحد يطلع على الصحف الغربيه او في المحطات الغربيه يتكلم الموجود في ليبيا والمذابح اللي موجوده في الشارع في ليبيا. في تونس المشاكل اللي بادئه دلوقتي هتبدا في المغرب. هم بيلعبوا لعبه فيما يسمى مشروع الشرق الاوسط الجديد وتفتيت المنطقه، بس احنا باذن الله مش هينجحوا مع مصر. مصر دوله قويه، مصر عبد الناصر، مصر السادات، مصر السيسي، مش هينجحوا. وانا بقول للاخوه، اخواتنا اللي موجودين في رابعه واللي موجودين في النهضه، يعني يراعوا ربنا بجد. ربنا ما قالش كده، الرسول ما امرناش ان احنا نقطع الطرقات، الرسول ما امرناش ان احنا كل يوم نجيب جثه نعذبها ونرميها جنب الاعتصام ونقول احنا بندافع على اي شريعه. اي شريعه بتدافعوا عنها؟ دي شريعه الغاب اللي انتوا بتدافعوا عنها. الشريعه الاسلاميه بريئه من كل ما يحدث. الرسول عليه السلام مات، هل انتهت الشريعه الاسلاميه؟ ما انتهتش. ما عايزين نقول اكيد انه مش كل اللي موجودين في رابعه العدويه هم مغيبين او اللي هم ناس مش عارفه هي بتعمل ايه. لا، في ناس عندها ايمان فعلا زي ما حضرتك قلت ان في حاجه اسمها المشروع الاسلامي اللي احنا ما شفناش حاجه منه لحد السنه اللي فاتت دي كلها، مستنيين كنا نعرف ايه هو المشروع الاسلامي، ما شفناش منه حاجه ولا معالم حتى ولا ملامح ولا اي شيء. لكن هم في ناس مؤمنه بده، وانت لازم تحترم ده طالما ما شالوش سلاح، ما ارتكبوش عنف، ما عملوش الكلام ده كله. ولكن انا بضم صوتي لصوت حضرتك ان ده مش الاسلام، ان دول مش المسلمين، ان في سياسات اكبر من اللي انتوا فاكرينها، ان الناس اللي القيادات بتاعه الجماعات الاسلاميه او الاخوان المسلمين بيستغلوا رغبه الناس في او ايمانهم بالشيء اللي اسمه المشروع الاسلامي اللي احنا ما شفناش ملامحه ده. ولكن انا اعتقد ان كل مسلم هو مشروع اسلامي بمعاملاته، بقيمه، باخلاقه، بتسامحه، بنبذ العنف، باخلاقياته اللي بيعملها وتعاملاته مع الاخرين، هو مشروع اسلامي يمشي على الارض. فاتمنى تكون الرساله بتاعت حضرتك وصلت، واتمنى تكون التحذيرات اللي تمت في الفترات اللي فاتت دي بتخلي كتير من الناس تبتدي تفكر وتعيد حساباتها. مش عايزين دم، مش عايزين عنف، مش عايزين نخسر ناس مصريين زينا لاي سبب من الاسباب. بشكر حضرتك جدا استاذ سليمان، وبشكرك على وجودك معانا النهارده. فقراتنا لسه متواصله معاك، وراجعين بعد الفاصل.